طيب صديقتي تقول هل ممكن نأخذ الشجاعة أو الجبن من أجدادنا، كارما الأجداد، وكيف نتحرر من مشاعرهم؟ بدون أدنى شك أنا يعني عندي قناعة تامة إنه، أو خلنا نقول كبيرة، إنه الأجداد مؤثرين. يعني مثلا خلنا نقول الآن أمك اللي ربتك، اللي قالت لك الكلمات الأولى، اللي علمتك الصح والغلط، من وين جابت سيستم الصح والغلط؟ جايبتها من أمها أو أبوها، صح ولا لا؟ وأمها وأبوها من وين جابوا سيستم الصح والغلط؟ برضو جايبين أمهم أو أبوهم. فأنت تعتقد أنه يعني أوه صار فيه، لا أنا لا أبدا. هو يعني أمك لما تتحدث لك، ولما رتبت عقلك وحطت لك البرمجة وصفصفت لك الكتب جوا مخك وشبكت الأسلاك بطريقتها، أو أبوك لما سووا هذا الدور، كأنه جدك الرقم مدري كم هو اللي سوى هذا الدور. فهم يعني يتناقلونها بوعي أو بدون وعي، يؤدون نفس المهمة ونفس الدور. لذلك أيضا هم يعني يعلمون أبنائهم الشجاعة، أو يعلمونهم الجبن، يعلمون أبنائهم كيف أنهم يفعلون ويقدرون ويستطيعون، وتقدر تسوي وتفعل وتوصل وكذا، أو يعلمونهم أنه خلك منتبه، خلك حذر، خلك عند الحيطة. يعني كل عائلة عندها ترى عندها يعني ملفها الخاص بموضوع الشجاعة، فتلقى عوائل شجعان يعني قلوبهم مفتوحة ويواجهون ويعني يخلصون ملفاتهم ويفتحون ملفات جديدة. وفي عائلة لا، يعني فيهم حالة من حالات زي ما نقول الجبن أو الانسحاب من الشجاعة. فنعم يؤثرون. كيف نتحرر من مشاعرهم؟ إنه إحنا ننظف. يعني خلنا نقول مثلا لو كنت أنا نشأت في عائلة يعني علموني على أنه أنا ما أقدر ولا أستطيع، وصعب الموضوع ومعقد الموضوع، معناها أنا أحتاج أشتغل على موضوع اليأس، وأشتغل على موضوع الخوف، ويمكن مرات أشتغل على موضوع العار. يعني قالوا لي أنت ما تقدر، فبالتالي يدخل فيها عار، فأحتاج أني أشتغل على كل هذه الموضوعات، وراح أحتاج أشتغل على الطفل الداخلي اللي عندي، وبعدين أبدأ أطور المشاعر اللي بعدها. يعني شعور الشجاعة، خلنا أبغى أقول لكم شيء مهم، شعور الشجاعة من أسهل المشاعر اللي ممكن أنها تطور، من أسهل المشاعر في الحياة اللي ممكن أنها تطور شعور الشجاعة. لذلك مهم أنها تكون في جيبك، مهم سواء كنت نائم ولا مستيقظ ولا واعي جدا، مهم أدوات الشجاعة في جيبك، لأنها كثير تستخدم، كثير لها احتياجات، مو بالضرورة أنك أنت تقعد في مرحلة الشجاعة، وفي نفس الوقت سهلة، ما هي صعبة، ما هي موضوع معقد، ما هي مثل بعض المشاعر اللي يعني يبغى لها يعني قصص لما توصلها، لا، يحتاج لها تكنيكات بسيطة طق 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 وتوصلها. فزي ما أنت تبغين تقطعين هذه الكارما، أنت محتاجة أنك تنظفين، ومحتاجة برضو أنك تطورين الشعور، مثل تطوير شعور الشجاعة. أقترح عليك أنك تحضرين جلسة الشجاعة. الوحدة أثناء الأزمات، رسالة من رسائل الشجاعة. لا بس هي رسالة تقول لك أنه أنت يعني أنت قوي بالقدر الكافي، بس مو بالضرورة أنك أنت لازم تفعل شيء. يعني أنك أنت خلنا نقول مثلا طردوني من الدوام، الفلوس اللي معي خلصت، طلعوني من البيت اللي أنا مستأجرته، يعني صرت في حالة يعني كثير مزرية، أتصل بالعائلة، أتصل بالأصدقاء، أتصل الكل تخلى عني في مثل هذه اللحظة، فصرت وحيدة. تلف مثل هذا الموقف أعرف أنه معناها أنه أنا قوي بالقدر الكافي، معناها أنا الأدوات اللي عندي كافية، أنا مو محتاج أحد ثاني، مو محتاج أحد ثاني. وفي الغالب هذا الشخص يقوم بفعل. كيف أكون الشجاعة لمعاملة الأشخاص الذين يأبون سماع النصيحة؟ أوكي، كيف أحس السؤال يعني كأنه لغوياً مو واضح. كيف أكون الشجاعة لمعاملة الأشخاص الذين يأبون سماع النصيحة؟ يعني أنا إذا فهمت السؤال أنه في مجموعة أو في ناس أو في شخص حولك ما يبغاك تقدم له أي نصيحة، وأنت صرت في موقف أنك أنت يمكن أحرجت أو يمكن تراجعت شوي، فتقول أنا كيف أصير شجاع عشان أستمر أنصح، كيف أصير شجاع عشان أنا أقدم هذه النصيحة؟ شوف، أبغى أقول لك أنه
مش من الشجاعة أنك أنت تقدم النصيحة لشخص لا يريد أن يسمع النصيحة. ماني شايفة موضع الشجاعة، ماني شايفة موضع الشجاعة. مرات من الشجاعة أنك تصمت، زي ما أنه مرات من الشجاعة أنك تتكلم. وأعتقد أنه إذا كنت أنت تراجعت راح تكتشف أنك أخذت خطوة شجاعة أنك أنت تتراجع، لأنكم في الغالب أنتم تتقاتلون لأجل معتقد، تتقاتلون لأجل معتقد، تحاربون لأجل معتقد. يعني زي ما قلت لك، تخيل الكوليكشن هذا اللي موجود، تخيل أنه فيه على الطاولة قطعة بلوزة صفراء، عشان بس تتخيلون قديش إحنا يعني مرة ورات يعني البشر مرة سخيفين، بس ما نقدر نفهم السخف اللي إحنا فيه. فأنتم قاعدين تتهاوشون على التيشيرت الأصفر هذا، أوكي؟ فتتهاوشون على التيشيرت الأصفر، موجود ضمن طاولة فيها يعني عدد لا نهائي من التيشيرتات ومن الألوان. فأنتم تتهاوشون وأنت تبغى تنصح إنه هذا التيشيرت هو تيشيرت أسود، وإنه أنت لازم تؤمن إنه هذا التيشيرت تيشيرت أسود لأنك أنت شايف أسود كذا، أو تحس إنه أسود، أو مقتنع إنه أسود، أو مقتنع إنه اللون هذا خفي ومن جوا في لون أيًا كان، وهو مقتنع بشيء ثاني. فأنتم يعني مختلفين على هالقطعة يعني، وتجرجرونها وتمزعونها وكذا. موضوع يعني برا تماماً عن إنه المفروض إنه ما يكون في خلاف عليه. لكن إذا أنت يعني مرة مهتم والموضوع مؤرق، بإمكانك تجيب مثلاً كتاب، أوكي، أو تفتح الدكتورة سمية وهي تتكلم في إنستغرام لايف، هي تقول التيشيرت لونه أسود ولا التيشيرت لونه أصفر، عشان شوية يعني أكثر الطرق ما فيها مواجهة تماماً للشخص، إن تقول لا أنت غلط واسمع رأيي ورأيي هو الصحيح وهذه وجهة نظري. وأعتقد إذا كنت أنت قدمت النصيحة مرة فهي وصلت، قلتها مرة وصلت، خلص وصلت، يبغاها ياخذها، ما يبغاها ما ياخذها، وفي الغالب ما بغاها. تالي ما لها معنى أنه أنت يعني تستمر في تقديم هذه النصيحة. لكن تبغى تقولي والله مثلا أنا عندي حساب في إنستغرام، عندي حساب في سناب، أبغى أنصح الناس، أبغى أنصح نصيحة عامة، اللي يبغى يسوي فولو واللي يبغى يسوي أنفولو، أقول لك والله ممتاز. نعم، تشجع إذا كان فعلا عندك هذا الشيء. خلنا نقول مثلا عندك نصائح في الطبخ ونصائحك جيدة وأنت شاطر فيها، أقول لك إيه نعم، يعني إنه تحتاج تتشجع، محتاج إنك أنت تساعد نفسك، تكبر نقاط قوتك، إنك أنت تجرب، يمكن مرات أنت تجرب، ممكن تحتاج لحظة معينة عشان أنت تقوم فيها، أو ممكن إنك تحضر جلسة الشجاعة، تعرف كيف تسوي هالشحن هذا، إنك أنت تشحن نفسك لما توصل مرحلة إنك جاهز إنك أنت تقدم هذه النصيحة لكل الناس، تقول لهم عن الأخطاء في الطبخ، تقول لهم عن الأخطاء في التربية، أيًا كانت النصيحة تبغاهم. طيب، متى يكون من الشجاعة أن تنسحب ولا تكون شجاع؟ شوفي، هو طبعا الموضوع فيه كثير وجهات نظر، لكن لما في النهاية أنا يعني حصرت وجهات النظر هذه، في النهاية اكتشفت أن الموضوع يعود إلى الكرسي اللي أنت جالس فيه، أنت وين جالس فيه، لأنك أنت مرات تكون في حالة أصلا يعني ما فيها الموضوع ارجع ما ترجع، يوتير ما يوتير، أنت يعني رايح بلا رجع، مو لأنه صح، لأنه هذا هو شعورك. يمكن مريت عليها في حياتك يوم من الأيام، ما مريت في هذا الشعور أنه أقول لكم أنا رايح مسوي هذه مسويها، محقق هذا الموضوع، ما أصلا مو في بالك موضوع اليوتير، يجيك يقنعك، ما تقعد أصلا تفكر في القصة. تالي هذا هو الأساس ترى، على فكرة أنه الشعور هو اللي يقودك، وبالتالي كل واحد قاعد في كرسي، ممكن واحد قاعد ويتفرج عليك ويتفصحن، يقول أوه والله هذا متهور، والله ما كان المفروض حط كل الطاقة فيه، والله ما كان حط كل البيض في سلة واحدة، والله إيه أنت قاعد في كرسيك في زاويتك، أنا في زاوية ثانية، فبالتالي هذه المعطيات اللي عندي، وأنا أتعامل مع المعطيات اللي عندي ومع الشعور اللي عندي. فهذه هي النهاية اللي أعتقد إنه لابد إحنا نقوم بشعور شجاعة، نشوفها عشان ما نتأثر بأنه والله في صح من هناك ما احنا ما عرفناه، في وجهة نظر عند هذاك يقول عني اني انا متهور او اني انا كان المفروض اني سويت يوتيرن. لا، لما تبغى تسوي يوتيرن بتسوي يوتيرن، لما تبغى تمشي بتمشي.